أيها المشاهدون الكرام، حب الله سبحانه وتعالى هو أعظم حب في الكون كله، فهو غاية نادرة للقلوب المؤمنة. فأحيانا يحب العبد خالقه سبحانه وتعالى، ولكن الله تعالى لا يحبه والعياذ بالله. ولذلك فإن حب الله للعبد هو أعظم حب على وجه الإطلاق، لأن الله تعالى إذا أحب عبده وفقه لأمر الدنيا والآخرة، وأدخله في جنته، وأنجاه من حر النار. تعالوا معي لنتفكر ونستمع معا ونتعرف على بعض العلامات حب الله للعبد. أولا، توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد إلى الإيمان به، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. فإذا أحب الله عبدا أعطاه الإيمان. ثانيا، من علامات حب الله للعبد اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى: فاتبعوني يحببكم الله. ثالثا، أيها الأحبة، من علامات حب الله للعبد حمايته من شهوات الدنيا وفتنتها، كما ورد في الحديث الشريف أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: إذا أحب الله عبدا حماء الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء. رابعا، أيها الأحبة، ومن علامات محبة الله توفيق الله للعبد إلى الرفق واللين وترك العنف، لأن هذه الأمور محبوبة عند الله تعالى، كما في الحديث الشريف قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. وغير ذلك أيها الأحبة من علامات الكثيرة. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحابه وسلم.